الطفل اللي توفى في الحادث، محمود الشربجي والد الطفل ضحية الدهس. أستاذ محمود مساء الخير. تنور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. البقاء لله، ربنا يصبر قلبك يا رب. يا رب البقاء لله يا رب، ربنا يصبر قلبك. قولي إيه اللي حصل أستاذ محمود؟ ومبدئيا بس أنا أحب أوضح لحضرتك حاجة، هي الحادثة مش حادثة دهس، حادثة طيارة في سيارة. حادثة عربية في عربية. عربيتين في بعض. بالظبط، هو حضرتك انا كنت بقى ماشي في شارع، هو شارع مش شارع حيوي قوي في اسكندريه، اسمه شارع المشير. ده شارع كله 3 حارات بالظبط. ماشي في الحاره اليمين ومهدي، بعدي مزلقان بتاع سكه حديد بتاع قطر صغماي يعني. والعربيات مهديه طبعا قدامي. فجاه لقيت عربيه جايه طايره من ورايا، اعتقد ان السرعه اللي كان ماشي بيها ما تقلش عن 120 يعني. والطريق ده سرعته قد ايه؟ 60 60 120. يعني انا ما حددتش طبعا رقم السرعه بالظبط، انا بقول تقريبا. تقريبا، نعم نعم مفهوم. تمام، هو خبط في عربيتي من ورا، كان ابني نايم على الكنبه ورا. يا حبيب قلبي. الشنطه تقريبا خدت، هو الشنطه بقت في الكرسيين اللي قدام. لا حول الله. كنت حضرتك وابنك بس الله يرحمه؟ للاسف كنت انا وابني ومراتي وابني الثاني. ايوه، كانت قاعده جنبك ومعاها الابن الثاني. العربيه طبعا من قوه الخبطه اتقلبت على جنبها، ومن جنبها اتقلبت على ظهرها. على السقف يعني. نزلنا من العربيه، انا بقيت مصدوم، لقيت عمر ابني نايم على الارض وشه كله دم، وفي كميه دم مبالغ فيها في الارض. جرالك ايه انت ومراتك، ولا كل ال ولا المشكله لما المشكله كلها في الخبطه من ورا يعني؟ الخبطه من ورا. لو عمر كان قاعد قدام يمكن كان في، مش مشكله العربيه، لو عمر كان قاعد قدام ما كانش حصل حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. عنده قد ايه؟ 8 سنين ونص. كم؟ 8 سنين ونص. 8 سنين ونص. يا حبيبي يا حبيبي. البوليس جه بصراحه ما اثروش يعني، كانوا موجودين بسرعه. والخبطه اسمه ايه ابنك الله يرحمه؟ عمر. عمر. والخبطه خلصت على عمر خالص يعني، ما كانش فيه فرصه للمستشفى ولا الحاجه خالص؟ والله انا ما اقدرش احكم فيها يعني. هو الاسعاف برضو لما جت ما كانش بيتحرك خالص، هو اول ما نزلت من العربيه كان لسه بيحرك عينيه يا بس حبيبي، ما بيعيطش او ما بيتكلمش. يا حبيبي يا ابني. بس انا بصراحه على المنظر اللي شفته وانا بغسله الحمد لله انه توفى. لا اله الا الله. انت غسلته بايدك؟ غسلته بايدك يا استاذ محمود؟ لا طبعا، في مغسل كان بيغسله انا. بس انت شفته يعني؟ طبعا. ايوه. ليه بتقول كده؟ ليه بتقول كده؟ من منظر وشه، من المنظر وشه. يا حبيبي يا حبيبي يا عمر. طيب قول لي. التقرير طبعا طالع بان هو نزيف حاد في المخ. هو حاول ينكر الكلام ده طبعا في النيابه، لكن احنا جبنا الفيديوهات بتاعت الحادثه وارفقناها في النيابه. فين الفيديوهات دي بقى؟ كان مين اللي مصورها؟ كاميرا بتاعت كشك هناك في الشارع. ده بالصدفه. هو هناك المنطقه عشان دي قدام المنطقه الشماليه العسكريه، ففي كاميرات كتير جدا في المكان ده. ايوه. فكل محل او كشك او مطعم حاطط كاميرا قدامه، فاستاذنا بتاع كشك وخدنا منه التصوير بتاع الكاميرا. ايوه. اللي كان سايق كان عنده كام سنه تقريبا؟ الطفل الثاني اللي كان سايق العربيه اللي عمل الحادثه معاك كان عنده كام سنه تقريبا؟ وانا حددت سنه بالفعل يعني من بناء عن بطاقته اللي شفتها في الاسم. هو مواليد 83. مواليد 83. ايوه. انا طبعا ما كنتش اعرف شخصيته يعني، انا فوجئت ان هو ابن فنان واحنا في الاسم، لكن ما كنتش اعرف شخصيته يعني. ابن مين؟ ابن فنان اسمه ايمان البحر درويش. ابن ايمان البحر درويش. تمام، اسمه اسلام. ايمان البحر درويش. طبعا خلينا علشان بس نبقى بنشتغل يعني، بنحاول نشتغل صح. اسره الفنان ايمان البحر درويش لهم حق الرد. اتفضلي. اتفضلي فندم، اتفضل كمل. استاذ محمود. ايوه فندم. طمني على حاله مامه عمر، ربنا يربط على قلبها. واخوه اصغر ولا اخته اصغر ولا ايه؟ اخوه الصغير الحمد لله ما حصلش فيه حاجه، هي كان في كدمه صغيره في رجله بس الحمد لله يعني كشفنا عليه طلع ما فيهوش حاجه. بس انا بتكلم على صدمه وفاه اخوه يا حبيبي. وللاسف مش مستوعب يعني، هو وصل لمرحله ان هو ما بقاش بيذكر اسمه خالص. يا حبيبي يا حبيبي. والمدام الحمد لله كويسه ما حصلش فيها حاجه، هي بس شويه كدمات في ظهرها، وانا نفس الكلام شويه كدمات في ظهري ورقبتي. ربنا يصبر قلبك ويربط على قلب امه، وربنا يرحمه، ربنا يرحمه. يعني لا املك او لا نملك الا الدعاء
لعمر ولحضرتك، ربنا يقويك ويثبتك انت ومراته، ربنا يربط على قلبها يا رب. بشكرك.